بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله لقائنا مع موضوع جديد، وهو بعنوان الهورس أوريجين أند بريدز، منشأ الخيول وسلالات الخيل المعروفة. والحقيقة الموضوع ده الداتا فيه والمعلومات اللي فيه غزيرة جدا جدا، فحاولنا بقدر الإمكان نلخص الموضوع ونختار المعلومة البسيطة المفيدة اللي تفيدنا في معرفتنا عن الهورسز بصفة عامة. علشان نبدأ البداية الصح بتاعتنا، لازم نكون عارفين إن الحصان اللي بنتكلم عليه بينتمي لعيلة اسمها فاميلي إكويدي، وبينتمي لجينس وجنس اسمه الإكوس، والسبيشيز بتاعه إكوالس كابيلس أو الدوميستيك هورس. طبعا احنا عندنا سبيشيز كتيرة جدا، ده السبيشيز او الجنس بتاع الاكواس بكل انواعه. احنا هناخد واحد فقط من هذه الايه العيله او من هذا الجنس، وهو الاكواس كابيلس او الدوميستيك هورسز. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الاوريجين اوف هورس. ايه الحقيقه منشا الحصان وبداياته؟ كل الدوكومنتس وكل البيبرز اللي موجودة بتقول ان بيرجع نشأة الحصان للألفية الثالثة في عصر ما قبل ميلاد السيد المسيح، واول ما ظهر عندنا في جنوب غرب آسيا. والحقيقة كان الغرض من استخدام هذا الحصان هو في الرايدنج وفي نفس الوقت في جر العربات. وكانت الأنواع بتاعة الخيل اللي موجودة كانت عبارة عن هايبريدز وشوية سلالات من الحمر والحمر الوحشية، هي دي اللي كانت مشهورة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإنسان في هذا العصر. بعد كده بدأ يحصل عندنا تنوع ودايفيرستيز من الهورس بريدنج، وبدأ يظهر عندنا البونيز اللي هي الخيول صغيرة الحجم، بدأ يظهر عندنا اللايت بريد اللي هي السلالات خفيفة الوزن، أو بعد كده ظهر عندنا الهيفي هورسز أو السلالات اللي هي التقيلة أو الضخمة أو الحجم الإيه الضخم من الخيول. والحقيقة أصبح عندنا دلوقتي سلالات مختلفة جدا، والاختلاف ده راجع لشقين. الشق الأول من ناحية السايز أوف أنيمال، عندنا دلوقتي بعض أنواع البونز اللي لا يتعدى ارتفاعها 65 سنتي، وعندنا بعض الدرافت هورسز اللي بتتعدى ارتفاعها 2 متر، وعندنا مجموعة خيول من الانتنسيف مانجد بريدز اللي هي بتتناول رعاية نموذجية على أعلى مستوى للسكاترد فري رينجنج هورسز في والبوبيوليشن. فده بالنسبة لنا الوضع الحالي بالنسبة للهورس. طب تعالوا كده ناخد لمحة تاريخية بسيطة بالنسبة للنيتيف هورس. النيتيف هورس او الحصان بدأ من شمال امريكا كنيتيف بريد موجود فيها، وبعد كده حصل له ميجريشن وهاجر في عصر الايوسينز 50 مليون سنة. متخيلين؟ من 50 مليون سنة رحلة الميجريشن بتاعت الهورس، وبدأ ينتشر في اسيا واوروبا وافريقيا. وعندنا من 11700 سنة في عصر بيسموه عصر البليستوسينز. البليستوسينز ده بعد كده بدأ ينقرض الحصان من أمريكا الشمالية نتيجة لبعض التغيرات البيئية والكلايماتيك تشينجز، ونتيجة للان فيفرابل كونديشن للحصان ده، وبدأ الحصان يهاجر لمناطق أخرى عشان يلاقي يبحث عن الايه الادابتيشن والانفايرمنت سيوتابل للايه للبريدنج بتاعه. وده يمكن قدامنا خريطه اهي بتوضح الايفوليوشن بتاعه. ادى الايوسين كان منظر السبيشيز، بعد كده مع مر العصور وصلنا للشكل بتاع الهورس الطبيعي بتاعنا اللي هو الاكشوال هورس في عهد الايه البليستوسينز. بعد كده بدأ الدوميستيكيشن بتاع الحصان والاستئناس بتاع الخيل، وكان الغرض من صيد الحصان في البداية من قبل الإنسان فور فليش ايتينج، يعني فور ميت، يعني كان الهدف الأساسي إن هو بيصيدوا الحصان علشان ياكلوا. وبعد كده لما لقوا 40,000 هورس سكيلتون موجودين في فرنسا من أكتر من 25,000 سنة، وجدوا 40,000 سكيلتون للهورسز وجدوها في التربة في فرنسا من أكتر من 25,000 سنة في المكان ده، وقالوا إن ده نتيجة للديبندنس بتاع الكيف مانز على إيه على الهورسز في بعض الإيه في بعض الأعمال.
ومؤخرا بقى بدأ يتم الدوميستيكيشن في سيفرال بارتس اول اوفر ذا وورلد، من الصين وبلاد ما بين النهرين، سواء اذا كانت نهر دجله والفرات اللي هي بتشمل عندنا العراق وسوريا وتركيا، وبدأ يحصل الدوميستيكيشن من سنوات، من آلاف السنين، من 4500 سنه ل 2500 سنه قبل ميلاد السيد المسيح. وفي النهايه بدأ ينتشر الحصان من 1000 سنه في عملية الدوميستيكيشن بتاعته على خلال مناطق أوروبا المختلفة وآسيا وشمال أفريقيا. وبكده رحلة الاستئناس بتاعت الهورس هي حتة بس بسيطة جدا لينا، علشان نبقى عارفين إن الحصان ده أو الحيوان ده حيوان له تاريخ منذ آلاف بل ملايين السنين، ورحلة الاستئناس بتاعته تمت منذ أكتر من 5000 سنة، واعتمد الإنسان عليه الأول في الغذاء بتاعه كنوع من أنواع الأكل، وبعد كده بدأ يعتمد عليه في الرايدنج وفي بعض الأعمال البسيطة زي جر العربات. طيب تعالوا مع بعض نشوف رحلة تطور السلالات بتاعت الخيل. والحقيقة اللي عايزين نعرفه هنا إن سلالات الخيل بتختلف على حسب شقين. الشق الأول إن في عندي بعض السلالات for draft purposes أو لغرض الجر، في سلالات for speed للسرعة، في سلالات for pleasure and used as a pet تستخدم كأنها حيوان منزلي زي البونيز، وفي عندنا سلالات بتختلف ما بينها على حسب البادي ويت وزن الحيوان، الكومباكتنس اوف ماسل والبادي كومباكت اللي هي درجة العضلات او الكومباكتنس او زي ما بيقولوا كمية العضلات اللي موجودة على جسم الحيوان. في بعض الأحيان بتختلف على حسب الكونفرميشن وتناسق أجزاء الجسم مع بعضها. في عندنا أحيانا تختلف السلالات على حسب اللينس أوف ليمس أو على حسب التمبرمنت والحالة المزاجية والمود بتاع الحيوان، وأخيرا according to البيهيفير. علشان كده بنلاقي عندنا عالم عجيب وعالم لا نستطيع إلا أن نقول سبحان الله بعد ما نتفرج على سلالات هذا لو الحيوان. جينا بصينا على الأب الروحي للخيل أو ما بداية هذه الخيول، هو المنغوليان وايلد هورس أو الوايلد أسياتيك هورس، ده الحصان المنغولي أو الحصان البري الأسيوي، ده كان بداياته في شرق آسيا. والحصان ده زي ما احنا شايفين كان أقصى ارتفاعه متر وربع تقريبا أو متر وعشرين سنتي لمتر 45 سنتي، وكان لونه بيبقى دايما لون الضن، لون الضن. ولو جينا بصينا على المازل بتاعته والبوينتس بتاعته اللي هي القوائم، ولو جينا بصينا على المين وبصينا على شعر التيل، دايما بنلاقيه داركر او بنلاقيه ويز دارك كولر. وكنا نلاقي على ظهر الحصان ده دورسال ستريبس، بعض الخطوط بتبقى موجودة على ظهر الحيوان. ولما بصينا على الحصان ده كبدايات لرحلة التطور بتاعة الهورس زي ما هنشوف بعد كده، كان حصان شجاع جدا، حصان بريف يعني شجاع، حصان قوي عنده باور، حصان عنده endurance أو قوة تحمل عالية جدا. وده كانت بداية السلالات بتاعة الحصان. ده منظر آخر للمنغوليان هورس أو الأسياتيك وايلد هورس. تعالوا مع بعض نشوف إيه الـ recent breeds of horses أو السلالات الحديثة اللي موجودة حاليا بعد هذه الرحلة الطويلة من الدوميستيكيشن والتطور. عندنا أول سلالات للهورس بنسميها البونيز هورس، البونيز هورس. والبونيز هورس دي عبارة عن سلالات خيل صغيرة الحجم، ودول هنتعرف من عليهم على 3 سلالات. طيب عندنا بعد كده اللايت بريدز هورس، سلالات الخيل خفيفة والرشيقة زي عندنا منهم 9 بريدز. وعندنا النوع الثالث الهيفي هورسز، حيوانات أو خيول ضخمة الحجم، ودي هنتعرف منها على 4 بريدز. يعني تخيلوا مع بعض كده هنشوف 16 بريد من الخيول مع بعض على نطاق 3 مستويات: بونيز، لايت هورسز، لو اند بصينا هيفي لأول هورسز. نوع اللي هو البونيز هورسز، أول نوع فيه هو الفيلابيلا.
الفيلابيلا هورس ده عبارة عن أصغر حصان على مستوى العالم، ده أصغر حجم الأصغر حصان على مستوى العالم. تخيلوا إن ارتفاع هذا الحصان لا يتعدى 70 سنتي عن الأرض، 70 سنتي من الأرض، موجود منه كل الكالرز، ده منشأه الأرجنتين، موجود عندنا في الأرجنتين، والحصان ده بيقال إن نشأته كانت من البداية تم في فاميلي فيلابيلا فاميلي في الأرجنتين، والفيلابيلا فاميلي دي عملت بريدنج لسمول سارة بريد هورس، ده حصان سارة بريد كان صغير في الحجم، مع سمول شيتلاند هورس. ونتيجة التزاوج بتاع التو بريدز دول مع بعض طلع الفيلابيلا، والفيلابيلا بعد كده تزاوج وبيزيد في الأعداد بتاعته. والحقيقة ما فيش ريكورد موجودة للفيلابيلا بحيث ان نقدر نتتبع الديفلوبمنت بتاعه على مدار السنين، ولكن اللي عايزين نعرفه ان ده أصغر حصان موجود في العالم، حصان ذكي جدا، حصان فريندلي، حصان صغير في الحجم لا يتعدى 70 سنتي، منشأه الأرجنتين، موجود منه كل الألوان. فده اللي المعلومة اللي عايزين نعرفها عن الفيلابيلا بونيز. طيب لو جينا بصينا، بما ان هو سمول سايز، وجدوا ان السمول سايز في لابيلا ده بيجي على حساب الفيزيكال سترينث بتاع الانيمال، فحيوان ضعيف، فما ينفعش ان احنا نستخدمه في الهارد وورك، ما بيستخدمش في الايه، في الهارد وورك، ولذلك كان نوت يوزد ان سيريس رايدنج بوني، ما نقدرش نستخدمه في الايه، في الرايدنج زي باقي الحيوانات زي ما هنشوف كمان شويه. ولذلك ده نتيجه ان السمول سايز بتاعه جه على حساب الفيزيكال فيتنس بتاع الايه، بتاع هذا الحيوان. ولذلك يبقى الغرض من استخدام هذا الانيمال از ا بيت انيمال، as a pet animal، ولذلك هو ده بقى الايه، البليجر هورس، حصان بيستخدم للاسعاد، زي اللي بيربي بيت انيمال دوج او كات، اكنه مربي بالظبط بيت انيمال اللي هو الايه، الفيلابيلا، زي ما احنا شايفين حجمه كده. تاني نوع هو الشيتلاند. الشيتلاند ده اكبر شويه، ده بيبقى موجود في نورث اسكتلند، شمال اسكتلندا، وده الحقيقه الارتفاع بتاعه بيبقى 94 سنتي عن الارض. ده الام وده الاوف سبرينج بتاعها، او الايه، الفول بتاعها والمهر الصغير بتاعها. فلو جينا بصينا نلاقي لا، هنا الارتفاع اعلى شويه، لا يتعدى المتر، يعني ما يزيدش عن ايه، عن المتر. وفي منه الوان كتيره، بيبقى الباي بولد، السكيو بولد، والدون، وفي احيانا بعض الايه، الالوان البلاك او الدارك كولر. ومن ضمن الايه، من ضمن الكاركترز بتاعته، انه ده يستخدم فور تشايلد رايدنج، يعني ده ممكن بيستخدم لركوب الاطفال، وفور بليجر، وفور لايت ترانسبورت، يعني ممكن ده يبقى وسيله انتقال بسيطه جدا، يركب في عربه صغيره لنقل الايه، للانتقال لمسافات بسيطه، او لايه، للرايدنج اوف ايه، اوف تشايلد. ده هو المنظر بتاعنا اهو، اوف ديفرنت كولر من الايه، الشيتلاند. طيب عندنا النوع الثالث من البونيز، وهو الامريكان شيتلاند هورسز. ولو انتم لاحظتوا هنا بنكبر في الحجم، وجدنا ان الهايت اوف ذيس هورس، هو عموما موجود في اليونايتد ستيتس، موجود في امريكا، والحصان ده الارتفاع بتاعه يزيد عن متر بشيء قليل، يعني تقريبا متر وايه، و 12 سنتي، وممكن يبقى موجود منه كل الكالرز، ولو برضو ايه، بعض المواصفات ان هو ذكي جدا، وحيوان جنتل وادابتابل، يعني بيعمل ادابتيشن لنفسه على اي انفايرومنت بسرعه جدا. ده منظرين مختلفين دي ايه، الحصان ده البني ده، وباين جدا جدا الفرق ما بينه وما بين الارتفاع بتاع الشيتلاند وبتاع الفلابيلا. طيب اللايت بريدز، لو جينا بصينا على الخيل الخفيفه، ياتي على راس اللايت هورسز الحصان النموذجي الجايد العالمي الاريبيان هورس، الخيل العربي. والخيل العربي منشأه اصلا الاريبيان بلنزويلا، اللي هو شبه الجزيره العربيه، شبه الجزيره العربيه، نشأ في شبه الجزيره العربيه، وبعد ذلك انتشر على مستوى العالم، بل مصر دلوقتي بتصدر الكثير جدا من الخيول العربيه لكل الدول، ولذلك بدأ ينتشر على مستوى العالم بشكل قوي جدا. طب لو جينا بصينا للحصان ده، الحصان ده الارتفاع بتاعه من متر و44 سنتي لمتر 53 سنتي،
متر 44 لمتر 53. هنا بدأنا نقفز للمتر و40 سنتي، ما كناش بنشوفها. أعلى حاجة شفناها كانت متر و12 سنتي، ده متر 44 سنتي. وفي منه ألوان كتيرة، أكترها الجراي والبي والشيستنات والبلاك. ولو حابين ناخد فكرة عن هذه الألوان ماذا يعني جراي بي شيستنات، في عندنا محاضرة موجودة معانا على قناة اليوتيوب عن الهورس كولرز في الفيرست بارت للانيمال ايدنتيفيكيشن. ولو بصينا على المواصفات بتاع الحصان ده، الحقيقة لما نيجي نتكلم على الخيل العربي تحس ان انت بتتكلم على العزة، بتتكلم على الفخامة، بتتكلم على الجمال كله. فنلاقي ان الحصان ده حصان سبريتد هورس. سبريتد هورس حيوان حماسي جدا، حصان انتليجنت، حيوان ذكي جدا، حيوان لويال ووفي جدا لصاحبه، عنده اندورانس، فيزيكال اندورانس، وعنده لياقه بدنيه عاليه جدا لجسمه. لو بصينا للراس نلاقي الراس سمول هيد، ودايما الهيد بتبقى ستريت، ولكن ممكن في بعض الاحيان نلاقي سلايت كونكافيتي عند منطقه الايه، منطقه العين. مش كده وبس، لو بصينا عن المازل بتاعته نلاقي الاليجنت مازل، المازل بتاعته شكلها شيك وشكلها جميل جدا. النوستريل نلاقيها وايد نوسترلز. لو بصينا على الاي بتاعتها تحس ان الخيل العربي حاطط كحل، بنلاقي دايما دارك اي. نلاقي الجويل اللي هو المسافه والديستنس ما بين المانديبلز بتاع التو برانشز اوف مانديبل اوف ذا هورس، نلاقيها وايد ديب جويل اند وايد بتوين ذا تو برانشز. تبص للودان بتاع الهورس تلاقيها سمول اير، سمول اير. ولو بصينا على الحصان وواقف بالفخامه بتاعته نلاقي دايما الرقبه بتاعته لونج ارشد نيك، والبادي بتاعه دايما بيبقى فيه كومباكتد ماسل، كثيف العضلات على جسم الحيوان خاصه في منطقه الهايند كوارتر. تبص على رجلين الحيوان تلاقيها الفيت بتاعته والحوافر بتاعته سمول بات هارد، يعني نلاقيها قويه جدا وصغيره الحجم. والحصان واقف وقفه برايد اند فول اوف لايف، وقفه عزه وفخامه مفعمه بالحياه والحيويه والنشاط. وده الحصان قدامنا مشروح عليه المواصفات اللي احنا قلنا عليها ومختلف اجزاء الجسم بتاعته وكل ميزه. اهم شيء هنا حكمه ربنا سبحانه وتعالى في هذا المخلوق. وجدنا ان الحصان الخيل بصفه عامه فيها 18 بيرز اوف ريبس، في 18 بيرز اوف ريبس، فيما عدا الخيل العربي بيكون 17 بيرز، 17 بيرز اوف ريبس، 17 زوج من الضلوع ناقص زوج من الضلوع عكس كل الايه، كل الخيل. والحصان هنا معروف ان الاريبيان هورس ده ناتج نتيجه للسلكتيف بريدنجز منذ بريدنج منذ الاف السنين في الجزيرة العربية، وتم انتقاء المواصفات اللي وصلنا لها من الحصان ده تخيل منذ آلاف السنين، منذ آلاف السنين. وكان في بعض الادعاءات وبعض الكتب بتقول ان الحصان ده هرب في صحراء شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ولكن لم يتم العثور على أي عظام لهذا الخيل في الصحراء نهائيا. ده معناه ان هو ما خرجش خارج الجزيره العربيه نهائيا. ده بالنسبه لان الحصان ده مش ناتج كده، لا ده ناتج نتيجه للسلكتيف بريدنجز بتاعت العرب لسنوات طويله جدا جدا لغايه ما وصلوا للمواصفات اللي احنا بنوصف فيها الخيل العربي. المنظر اهو، تخيل وقفه الحصان، وقفه فخر وعزه، والراس لونج ارشت نيك سمول هيد small size ear، تيجي تبص تلاقي العين black eye، elegant muzzle وشكلها شيك جدا. القوائم بتاعته تلاقيها small but hard feet، حصان كله جمال. ده الخيل العربي. في بعض الكتب وبعض المراجع بتتكلم على ان الحصان العربي والسيلكتيف بريدنج تم في تحت رعايه البدوينيانز بيبل او البدو في القرن السابع الميلادي في وقت سيدنا محمد، او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه.
كان بيتم عملية الايه، عملية البريدنج بتاعه من بواسطة الايه، بواسطة العرب، يعني منذ thousand of year، يعني من آلاف السنين. وقالوا ان الخيل العربي له ثلاث اصول، ثلاث اصول في التاريخ. الاصل الاولاني اللي هو الكهلانيان تايب هورس، وده كان نموذج وموديول للباور اند اندورانس هورس. لو انت عايز تاخد خيل عربي نموذج للباور وقوة التحمل، تاخد الكهلاني او الكهلانيان ايه، كهلان تايب هورس. لو عايز تاخد موديول او نموذج للحصان منظر للجمال، بتاخد الايه، السجلاوي، سجلاوي تايب هورس. في عندي المونكي تايب هورس، ده نموذج للسبيد اند ريسنج هورسز. يبقى هنا في عندنا ثلاث اصول للخيل العربي، اصل للباور واصل للبيوتي واصل للسبيد. وطلع من التزاوج احيانا بتاع الثلاثه دول مع بعض، تزاوج السبيشيز دي او التايبس دي مع بعضيها، بيطلع لنا اشكال مختلفه ومناظر جماليه وكاركترز مختلفه للخيل العربي. ده منظر اخر لشكل الحصان العربي، شيء في منتهى الروعه، لا نملك الا فعلا نقول سبحان الله في هذا المخلوق يعني. ده منظر آخر بديفرنت كولر اوف هورس، الوقفة واحدة، الجمال واحد، العزة واحدة، لا تختلف مهما اختلف الايه، اللون بتاع الحصان. تاني حصان عندنا وهو الحصان الانجليزي، الثرا بريد هورس. الثرا بريد هورس ده حصان انجليزي. لو لاحظنا في فارق ما بين وقفة الثرا بريد هورس ووقفة الايه، الخيل العربي، الشكل بتاع الرأس، الشكل بتاع النك، كل الشكل بتاع العين، الدنيا مختلفة تماما. ده الثرا بريد هورس او الحصان الايه، الانجليزي. الحصان الانجليزي هنا اعلى شوية من الحصان العربي. الحصان العربي قلنا 1.44 لواحد 1.53 تقريبا ارتفاعه عن الارض، انما هنا لا، ده 1.6، وبيصل في بعض الاحيان لواحد وستة وسبعين، 1.76. الالوان بتاعته ممكن نلاقي منه اللون البراون، ممكن نلاقي البلاك، ممكن نلاقي البي شيستنات، واحيانا كبير كتيرا نلاقي الجراي. دولونين مختلفين للجراي، الجراي ثرا بريد هورس، الحصان الانجليزي. الحصان الثالث وهو الانجلو اراب. الانجلو اراب ده حصان ناتج نتيجه لتزاوج الاريبيان هورس مع الثرا بريد. فتيجي تبص تلاقي إلى حد ما بدأ يقرب من الشكل الجمالي من الأريبيان هورس، الوقفة إلى حد ما شكل النك، ولكن ما وصلتش لدرجة الجمال، شكل الراس. فدلنا الأنجلو أراب ده عبارة عن الامبريدنج اوف ثرا بريد هورس ويز اريبيان هورس، وده موجود في بريطانيا، موجود في فرنسا، موجود في بولندا. والحصان ده الارتفاع بتاعه وسط ما بين الثرا بريد وما بين الاريبيان هورس، فنيجي نبص نلاقيه 1.63. ممكن نلاقيه اوف ديفرنت كولرز، يعني اللون اللي قدامنا لون بي او جراي. اللون الجراي ده او شيست نوت دايما على طول بيبقوا هم دول الموست كومون ايه، كومون كولرز. دايما نلاقيه اوف سويت تمبرمنت، حيوان مزاجه دايما معتدل وجميل، حيوان دايما انتليجنت وذكي جدا جدا. ده برضو انجلو اراب، ولكن اوف ديفرنت ايه، ديفرنت كولرز. الواضح جدا طبعا الوقفه بتاعت الحصان الى حد ما قريبه جدا شويه من الاريبيان هورس. الحصان الرابع عندنا وهو الشاجي اراب. تحس ان برضك الحصان شكله قريب من الاريبيان لانه له اصول عربيه، ولكن ماهوش اريبيان هورس. حصان له برضه كالعزة والفخامة، ولكن الرقبة عنده مش أرشد نيك، الهيد بتاعته ماهيش تريانجلر، الليمبس بتاعته ماهيش سمول سايز. فبنيجي نبص نلاقي هو الحصان شكله يدي على خيل عربي، هو شاجي أراب، وده موجود في وسط أوروبا، والهايت بتاعه 1.52 سنتي او متر و52 سنتي. واللون بتاعه الموست كومون دايما هو الجراي، وحصان ذكي جدا، وده نتيجه لتزاوج تم خلال القرن ال 19 ما بين السب تايبس اوف اريبيان هورسز. تجوزهم اريبيان هورس، جراي ستاليون اوف اريبيان هورس، مع السجلاوي، السجلاوي او السجليفي هورس، اللي هو البريد اللي قلنا كان نموذج للبيوتيفول او البيوتي.
مع واحد اللي هو كان النموذج للباور اند اندورانس وقوه التحمل، ادانا حصان ميكس ما بين الايه، سميناه شاجي اراب، اسمه شاجي اراب. الحصان رقم 5، ولو لاحظتم حصان ضخم شويه، هو لايت بريد، النيك بتاعته تلاقيها لونج، تلاقي تحس ان السادل بتاعه طويل جدا وظهره اعرض من الخيل الاخرى، ولذلك بيسموه الامريكان سادل بريد او الكنتاكي سادلر هورس. ده موجود في اليونايتد ستيت، والرينج بتاعه من متر ونص لمتر وستين سنتي الارتفاع بتاعه، وفي منه الوان كتيره جدا، البلاك والبراون والبي والجراي والشيستنات، ودايما على طول في وايت ماركينج موجوده على الهيد او موجوده على قوائم الحصان. ولو لاحظنا ان ده سوبر رايدنج هورس، ده حصان نموذجي للرايدنج، حصان نموذجي للرايدنج، ودايما على طول الحصان ده له طبيعه ساحره. تبص لشكل الحصان كده تحس ان شكله جميل برضو الى حد ما واكسبتابل، بس ما بيوصلش لدرجه الجمال بتاعه الاريبيان هورسز. اهو بمختلف الاشكال عندنا الامريكان سادل هورسز او السادلر سادلر هورس. الحصان السادس عندنا وهو الامريكان ستاندرد بريد، ده الحصان الامريكاني النموذجي، ده الستاندر عند الامريكان، ده الحصان الامريكاني. لو بصينا للحصان الامريكاني ده نلاقيه قريب في الشكل من مين؟ من السارة بريد، بس السارة بريد كان منشأه انجلترا. لو جينا بصينا لده الحصان نلاقي الارتفاع بتاعه متر و54 سنتي، بيبقى اي سوليد كلر، ممكن يبقى بلاك، ممكن زي اللي قدامنا ده براون، ممكن يبقى بي، ممكن يبقى شيست نوت، وحصان قوي جدا جدا، وبنستخدمه دايما في التروتر اللي هو القفز او التروتينج هورسز، كتروتينج هورسز، ودايما على طول بيدخل في الريسز، يدخل في في بعض بعض السباقات. اهو ده الامريكان ستاندرد بريد بديفرنت كولر. نيجي بعد كده عندنا ثلاثة بريدز من الهورس بتعتبر ألوان، ولكن بتصنف في بعض الأحيان لبريدز. والبريد اللي جاي معانا رقم 7 وهو الأبالوزا. الأبالوزا ده حصان منقط، الحصان المنقط بنسميه أبالوزا هورس، وده برضك الاوريجين بتاعه يونايتد ستيت، وهي اللي مسؤوله عن انتشاريه هذا هذا الحصان. ووجدوا ان الجراوند بتاعته دايما بتبقى رون في الغالبيه يعني، بس ممكن يبقى موجود عندنا اذر كلر، اذر كلرز وسبوتد، يعني زي ده ممكن يبقى في عندنا لون جراي وسبوتد، بسبوتد بديفرنت كلر، سواء اذا كانت براون او اذا كان عندنا البلاك كلر، ولكن الموست كومن هو هو الرون كلر. وبنيجي نبص نلاقي دايما عندنا المازل بتاعت الحيوان واللبس بتاعته والجينيتاليا دايما بتكون موتلد ويز وايت سكليرا، دايما السكليرا بتاعته بتبقى بتبقى بيضه وواضحه جدا. لو بصينا على الحفر بتاعه دايما نلاقيه في سترايشن، في بعض الستريبس كده الفيرتيكال اللي هي خطوط عموديه موجوده على على الهوف بتاع الحيوان ده. يعني حيوان في الاخر عندنا يا اما لونه رون وعليه بعض السبوتس، او اي ديفرنت كلر تاني وعليه سبوت بنسميه ابالوزا. والحقيقه الابالوزا له ديفرنت شيب، ممكن نلاقي في عندنا فروست ليوبارد ابالوزا، ممكن نلاقي سنو فليك ابالوزا، ممكن نلاقي عندنا ماربل ابالوزا، سبوتد بلانكت ابالوزا، وايت بلانكت ابالوزا. طيب تعالوا كده نشوف الامثله دي. ده الفروست ابالوزا لون رون وعليه بعض النقط البيضاء، وكأن في بعض الفروست او الثليج نزل على جسم هذا الحيوان، فنسميه فروست ابالوزا، ابالوزا بريد. ممكن نلاقي عندنا لوبارد ابالوزا. اللوبارد ابالوزا ده عبارة عن الفهد، وكأنه هو حصان ولكن واخد نفس الاسترايشن ونفس السبوتنج بتاع بتاع الفهد، فنسميه لوبارد ابالوزا بريد او لوبارد ابالوزا هورس. في عندنا السنو فليك، وكأن في جبت كده انت شويه سنو ونزلتهم على جسم الحيوان، هو اللون الرون اهو ونزل عليه السنو فليكس موجود على جسم الحيوان ومنقطه، وكأنك انت كده جبت تلج ونزلته على جسم الحيوان، فنسميه سنو فليك ابالوزا، سنو فليك ابالوزا.
لو جينا بصينا عندنا الماربل ابالوزا، الماربل اللي هو اللون الرخامي، ماربل اللون الرخامي، نيجي نبص وكأنه هو قطعة رخامية من جسم الحيوان، قطعة رخام، سبحان الله، ماربل ابالوزا. ممكن نلاقي عندنا سبوتد بلانكت ابالوزا، اكنك انت جبت بطانية والبطانية دي المكان اصلا بتاعها براون كولر او لون اللايت ريد كولر بتاع الحيوان، ونزلت عليه بعض البطش البيضاء، فبنسميه سبوتد بلانكت ابالوزا. الاصل الكالرد سكين بتاع الحيوان، والاستثناء هي الايه، هو الكالر الابيض اللي موجود، فنسميه سبوتد بلانكت ابالوزا. طب لو حصل العكس، لان اللون الوايت هو الغالب والدارك سبوتس هي الايه اللي موجوده، في الحالة دي نسميه وايت بلانكت ابالوزا، زي اللي شفناه في مقدمة الكلام على هذا اللون، ده نسميه وايت بلانكت ابالوزا، البطانية البيضة المنقطة بنقط بنية او نقط ايه، نقط سمراء على جسم الحيوان بالمنظر ده، وايت بلانكت ابالوزا. فده قمة الابداع الرباني في هذا اللون للحيوان، وشيء جميل جدا. هو لون قدامنا واضح جدا جدا، ولكن لما بنلاقيه في حصان بيطلق عليه ايه، ابالوزا بريد. النوع القبل الاخير في اللايت بريدز هو البالمينو. البالمينو ده اصلا لون للهورس، it is not a breed but a color، ده لون اصلا للخيل، واليونايتد ستيت او الولايات المتحده الامريكيه هي المسؤوله عن انتشار هذا الحصان على مستوى دول كتيره جدا، هو اللي هي الاساس في هذا اللون من الايه، من الخيل. الحصان ده بيكون الكالر بتاعه دايما جولدن يلو، ولكن بنلاحظ ان دايما المين والتيل هير بتبقى اوف وايت كالر. لو لقينا الحصان ده جولدن يلو كالر والمين والتيل بتوعه بيبقوا وايت، بنقول عليه بالمينو هورس، بالمينو هورس. وهنا ممكن نلاقي البالمينو كالر في اذر بريد، ممكن نلاقي الكالر، ولكنه رير، نادر جدا جدا، هو سلالة كاملة، عشان الحصان ده البالمينو لما بيتزاوج ويعمل بريدنج بيطلع نفس الايه، نفس البريد، فبنسميه بالمينو هورس، بالمينو هورس. والارتفاع بتاع الحصان ده تقريبا في ارتفاع الاريبيان هورس 1.44 ل 1.55 متر. ده المنظر اهو، لو انتوا لاحظتوا الايه، اللايت جولدن كولر والمين والتيل هير دايما وايت. اخر حصان عندنا وهو ايضا برضو يعتبر كولر، وهو الالبينو هورس. ده برضو الاوريجين بتاعه امريكا، اليونايتد ستيتس، وممكن يبقى فيها منه اي ارتفاعات، ما فيش منه اي مشكلة. الحصان ده بنبص نلاقي الهير بتاعه وايت كولر، وبنلاقي الاكستريميتيز بتاعته المازل والاي، ودايما على طول نلاقيها اوف بينك كولر، اوف بينك كولر. الحصان ده بيتولد وايت ان كولر، يعني في بعض الاحيان النادره نلاقيه بيتولد لونه جراي وبعد كده يتغير، ولكن المازل بتبقى لونها بينك كولر، العين زي ما انتم شايفينها كده بتبقى اوف بينك كولوريشن، نتيجه لان الحيوان ده بيفقد البيجمنتيشن في هذه الاجزاء، بيبقى فيه a complete absent of pigmentation in this area. فالحصان اللي نلاقيه امهق كده بدون الوان، بدون لون البشره الطبيعيه للحصان عند منطقه المظل والعين والجسم كله لونه ابيض الشعر والوايت كولر اوف كوت، نسميه البينو هورس، البينو هورس. ده المنظر اهو عن قرب، منظر الحصان فاقد الصبغه في بعض الأجزاء من جسمه، هذا منظر العين بتاعت الحيوان، مفيش بيجمنتيشن. طيب تعالوا مع بعض، عندنا أربع أنواع من الهيفي بريدز هورس، ودي برضك سبحان الخالق في برضك هذه السبيشيز. أول نوع عندنا البلجيان هيفي درافت هورسز. البلجيان هيفي درافت هورسز ده الموطن بتاعه هو بلجيكا، بلجيان، والحصان ده لما نيجي نبص نلاقي ارتفاعه متر و73 سنتي، متر 73 من الخيل العالية، وبيبقى دايما لونه ريد رون ويز بلاك اكستريميتيز، بلاك بوينتس، نلاقي دايما شعره اسود في الاطراف، في الديل،
في المين في وطالع له دايما شعر كثيف موجود على الاكستريميتيز، وطبعا الحافر بتاعه بيبقى ضخم جدا. الحيوان ده من الحيوانات الضخمه، والحصان ده من الحيوانات الايه ضخمه الحجم، ودايما بيبقى عنده انرجي وعنده باور وعنده جود تمبرمنت. يعني رغم ان الحصان بضخامته دي، ان الحيوان ده بيبقى التمبرمنت بتاعته بيبقى طيب، حيوان تقدر تو كنترول اللي هي الحيوان ده لانه اوف جود تمبرمنت. ده تو ديفرنت كولرز اهو قدامنا. النوع الثاني البيرشرون. البيرشرون ده الحصان الفرنساوي، وحصان زي ما انتم شايفين ضخم جدا، وده منه نوعين، منه لونين، اكتر لونين موجودين فيه هو اللون الجراي زي اللي قدامنا ده، او البلاك. بلاك يعني بقى كله اسود، بلاك كولر. ده اللونين المشهورين جدا. والحصان ده من متر 54 سنتي لمتر 73، بيبقى برضو كله انرجي، كله انتليجنس، حيوان دوسايل جدا جدا اند ايزي تو هاندل. يعني شوف كل الضخامه دي وسهل جدا ان انت تقوده وتعمل كنترول عليه. ده البيرشرون، ده الحصان الفرنساوي اهو. ده البلاك كلر، لو بصيته مش هتخيل الحصان ضخم قد ايه، متر 73 سنتي، وبيوصل لاكتر من كده، ممكن يزيد كمان في الارتفاع بتاعه. وده الشكل التاني الجراي كلر بتاعه، يا جراي يا بلاك، دول اكتر لونين. شايف اللي ماسك الحصان فين وراس الحصان فين، طبعا فارق كبير جدا في الارتفاع بتاع الحيوان. السفوك بانش هورس. السفوك بانش هورس ده حصان انجليزي برضو، حصان ضخم. الارتفاع بتاعه من 1.63 ل 1.65، بيبقى دايما على طول شيست نوت اكسكلوسيفلي، دايما على طول نلاقي اللون بتاعه شيست نوت. والشيست نوت بيبقى لونه لايت براون تو دارك براون اند شوكليت كلر، بيبقى لونه رايح ناحيه درجه الشوكولاته شويه. وبنيجي نبص نلاقي دايما المين بتاعه دايما التيل اوف ذا سيم كلر، بنلاقيه الشعر بتاعه نفس درجه اللون اللي موجود عليه، وما بتبقاش بلاك، ما بتبقاش لونها ايه، لونها غامق نهائيا. يعني ده بالنسبه له ده حيوان انتليجنت جدا وحيوان اكتيف جدا، ده بنسميه سوفوك بانش. سوفوك بانش، سوفوك بانش. ده المنظر بتاعه، منظر برضو لهذا الحيوان. اخر حصان عندنا من الهيفي هورسز وهو الشاير. الشاير ده حصان انجليزي برضو، حصان من الخيل العاليه جدا، والهيفي درافت هو من الهيفي بريد هورسز، من الهيفي بريد هورسز. الهايت بتاعه متر و73 سنتي. اللون بتاعه من البي للبراون، من البي للبراون، نادر جدا ده لونه براون على فكره، لان هو مش نادر لما تلاقي فيه اللون البلاك، قليل جدا لو لقينا حصان شاير لونه بلاك، بيبقى ده حاجه رير بالنسبه لنا. وحصان برضو جنتل جدا ودوسايل، وبرضو ايه ادابتابل، يعني يقدر يعمل ادابتيشن انفايرومنت بسهوله جدا. ده بالنسبه للاربعه بريدز الهيفي هورسز او الهيفي بريد هورس. ده شكله قدامنا برضو للشاير هورس بديفرنت كولرز. بشكركم في نهاية العرض، وبتمنى نكون عرضناه بشيء ممتع. الخلاصة ان الحصان مر برحلة دوميستيكيشن خلال آلاف السنين علشان يوصل لنا عبر الأسلاف الأولى لأشكال الخيل اللي احنا بنشوفها في كل العالم. وهو بينصب عندنا البريدز بتاعت الهورسز لثلاث أنواع، البونيز واللايت هورسز والهيفي هورسز. البونيز عندنا ثلاثة مين سبيشيز، الفلابيلا والشيتلاند والأمريكان شيتلاند. اللايت هورسز عندنا الأريبيان هورس، الثرابريد هورس، الأنجلو أراب، الشاجي أراب، الأمريكان سادل بريد، الأمريكان ستاندر بريد، والأبالوزا، والبالمينو هورس، والألبينو هورس. والهيفي هورسز عندنا أربعة اللي هم البلجيان هيفي درافت هورسز، البارشرون هورس، السوفوك بانش هورس، والشاير. ده كل ما أردنا إيصاله من خلال هذا العرض، وانتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى. وفي النهاية بشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.